السلام عليكم حقيقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ابني. والنبي ابويا عايز ربع فلامنك. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ ايوه يعني اشمعنى فلامنك يعني؟ بحبها يا اخي، بعدين انت مالك؟ حب ما شئت فانت مفارقه. واحد الله لا اله الا الله. دقت الجبنه البومستر الهولندي قبل كده؟ لا ما دقتهاش. يبقى ما بتحبش الفلامنك. انت متخيل انك بتحب الفلامنك لانك ما دقتش اللي احسن منها. بص يا ابني، انت متخيل انك محترم بس انت مش محترم. كل ما هنالك انك ما تحطتش تحت الضغط المناسب اللي طلع العربجي اللي جواك. كل الفرق ما بين الحرامي والشريف ان الشريف لسه ما سرقش. في ايه يا عم علمسه؟ انت عايز مني ايه يابا؟ عايزك تعرف انها ماشيه بالستر. انت ذكي لان كل اللي حواليك اغبى منك، ومثقف لان كل اللي حواليك اجهل منك. يعني انت كده في ظروف تانية بناس تانية ممكن تطلع جربوع ولا تسوى ولا ليك عزم. جربوع؟ ما تخلينيش اقل منك، انت قد ابويا. يا حمار افهم، النمرود ده كان اكبر طاغية في العالم. دبانة قتلته. الدنيا دي يا ابني ما فيهاش ثوابت غير اننا كلنا هنموت. الاسطنبولي زي الفلامنك زي البومستر، الطعم ده وهم إيحاء نفسي. الموضوع يتطلب اقتناعك الشخصي بان اللي بتاكله ده حلو، والا تفسر بايه؟ بان في شعوب بتاكل ضفادع وصراصير، ولو حد منهم جه هنا وعزمته على كرشه ممبار ممكن يرجع في وشك. صدقني يا ابني الطعم ده وهم. مفيش فرق ما بين الفلامنك والاسطنبولي. اتفضل. ايه ده يابا؟ ربع اسطنبولي عشان ما عنديش فلامنك.